Alors, moi, je suis Amira Malak, je suis la marketing de l'éducation en Algérie. Je suis en train de faire des études en Grande-Bretagne. Tout le monde, tout le طالب يحب يروح إما الدراسة الجامعية تاعو في الخارج سواء ليسونس ولا ماستر، حنا نعاونوه ونرافقوه في هذا المشوار تاعو، ناخذوا كلش اون شارج يعني من المومون اللي يجينا بالفكرة تاعو الطالب حتى المومون اللي يدي الفيزا فيه يدي الفيزا تاعو في الخارج، يعني نعاونوهم في الشوار تاع ليزونيفرسيتي، نعاونوهم في الابليكيشنز مع ليونيفرسيتيز، نعاونوهم في البروسيدور تاع الفيزا، مام كل الصعوبات اللي يكونوا يواجهوهم في هذا المشوار نكونوا معاهم حاضرين. مام يعني لاكومبانيمون تاعنا ما يحبش هنايا مام ابخي ما يروحوا اون ايسي دو ليز انتيغري في الكوميونيتي لا كوميونيتي تاعنا هنايا دايما كيما نقولوا لهم ويلكم ايم ليدوكيشن الجيريا فاملي باسكو على اون فوا يروحوا معنا يدخلوا فاميلي يولوا عائله مام الهيها راحين يكونوا اون كونتاكت مع لي زيتيديون تاعنا اللي كنا بعثناهم ديجا راح يتقاسموا بيناتهم المعارف اللي اكتسبوها من الجامعات ولا ربما نستعملوها ان شاء الله في بناء شيء اللي نقدروا نعاود نرجعوهم لهنايا ونفيدوهم به تاعنا رانا في دار ابراهيم ما راناش بعد بزاف على غاردن سيتي في بيتي طوالي مع الهبطه تاع دار ابراهيم الهبطه تاع باستور لو كاب شومان هذا ان شاء الله دونك سي في ريزو سوسيو رانا كاينين سي ايمز ايدوكيشن الجيريا ايمز اي ام اس ايدوكيشن الجيريا تلقاونا في لي ريزو سواء فيسبوك انستغرام تيك توك ولا حتى لينكدين